دونك قاعد ياكل في الجزيريه وكل دوره بنينه مسمي في صاحبتي جات هيله جات معسله. دونك جوزنا سهره كامل باسم صاحبتي والجزيريه تاعها، وانا هذاك النهار كنت غايبه في داري. مرحبا بكم خياتي العزاز، معكم السيده ساميه عطويل معروفه على مواقع التواصل الاجتماعي بساميه لاجيغواز. قعدوا معايا اليوم راكم رايحين تشوفوا قصه بدايتي من الصفر حتى لوين لحقت، وان شاء الله يا ربي المكتر. كي كنت صغيره كنت نعشق ونحب الحلويات الجزائريه، ولكن ما نكذبش عليكم ما كنتش نعرف لها، ما كنتش نخدمها، ما كنتش نعرف اصلا واش فيها واش ما فيهاش، مع انه امي حلواجيه وكانت تصنع الحلوى في الدار، كان ديما عندنا الحلوى في الدار من حبنا كلها، مي عمري ولا سقسيت كيفاش تخدم، مي كنت نشوف بعيني. وقعت هكذا ندوق فيها ونعشق فيها، ولكن عمري ما نسيت نعملها حتى لوين تزوجت. واحد النهار جات عندي حبيبتي للدار وتعرف تعلم الحلوى، هي حلواجيه هنايا تاني، والزوج تاعي طلب منها تعمل له تزيريه وهي رفضت، قالت له انا راني هنا حواسه ماشي باش ندير الكاطو، حلناها وقبلت عملت لنا. دونك هذاك النهار انا كنت طيبت العشاء وراجلي جا ما حبش يتعشى، قال لي ما ناكلش، قلت له علاش؟ قال لي كيفاش تزيريه حاضره وانا نتعشى؟ سمسومه تما زعفت. دونك قاعد ياكل في تزيريه وكل دوره بنينه مسمي في صاحبتي، جات هيله جات معسله. دونك جوزنا سهره كامل باسم صاحبتي والتزيريه تاعها، وانا هذاك النهار كنت غايبه في داري، والسمسومه بداتها الغيره، غيره البناءه. دونك ديسيديت باللي غدوه من داك التزيريه تاعي تكون حاضره وياكل التزيريه تاعي بلا ما يفيق. غدوه من داك الصباح حكمت صاحبتي قلت لها نروحوا نعملوا تزيريه. قالت لي كيفاش نديروا تزيريه؟ الدار هي معمره تزيريه وعملتها البارح. قلت لها دبري راسك، اليوم راجلي ياكل تزيريتي. بيان سور شويه تحلال وشويه هكذا طلعت تو درناها. قالت لي عطيني تاع المول. قلت لها اش تحوسي على المول؟ البارح درتيها مقروسه. قالت لي انتيا عمرك ما درتيها تحوسي دوك على التزيريه المقروسه، خلينا في المول. قلت لها مقروسه كيما درتيها البارح ياكلها اليوم. عطاتني حبه باش نسييها، هذيك الحبه انني نخدم فيها، هي عملت حبه قدامي وانا رحت ندير لا دوزيام. لقيت صاحبتي دهشه فيا، انا نشوف فيها نقولها واش بيكي حبيبتي سهام؟ مش كاين، ماشي مليحه، ماشي هكذا. هي قاعده ساكته يعني ما كانش تعليق. قالت لي ساميه جبتيها روعه. قلت لها صح؟ قالت لي والله روعه. قالت لي اول مره تعمليها؟ قلت لها والله اول مره نعملها على يديك. قالت لي ساميه عندك لامان، لو كان تحبي الكاطو كي راح تنجحي فيه. كي جا العشيه حطيت له تزيريه. دونك قلت له واش من تزيريه عجبتك؟ انا شاورت على الحبه نتاعي اللي عملتها انا باسكو في الطبسي حطيتها ميلونج. قال لي كامل كيف كيف. قلت له لا لا شوف مليح، شاور لي على الحبه اللي شاورت له عليها. قال لي هذه هي اللي شابه. ولتما فرحت بزاف والحمد لله. دونك التزيريه اللي كان يشكر فيها اللي هي كانت تاعي، وقلت له بلي انا اللي عملتها والراجل ما صدقنيش. وهنا زادت الثقه في نفسي وبديت نتعلم ودخلت في مجال الحلويات الجزائريه. اول شيء تعلمت منه اليوتيوب، وبديت نجرب في الوصفات ودوقت راجلي عجبوه، دوقت حبابه وناسه الحمد لله لقاو رواج كبير، وزدت دوقت حتى لي فرونسي، وكان البوت تاعي نيا دو فيزي لي فرونسي، والحمد لله كانوا ديما يقولوا واو، خصوصا هما مدين فكره ماشي مليحه علينا انه حلوياتنا حلوه بزاف. دونك كي يذوقوا الحلوه نتاعي ما فيها نعس ولا تعجبهم يقول لي سي ايكيليبري. ولتما بدا مشوار ساميه لاجيغواز. وهنا تفاجات لقيت الناس بداو يعملوا لي كوموند، يعني بدات بصحاب راجلي بداو بلي فرونسي اللي كانوا يخدموا معاه، وهنايا حاجه اللي ما كنتش كامل نستناها. اول ما خدمت عرس فيه 1700 حبه، والزوج تاعي اكيد كان رافض هذا الشيء وقال لي هذا الشيء من المحال مش تقدري له، خصوصا انه تما وحدنا ما عندناش المعاونه، انا نحكي وانا في فرنسا. قنعته هنايا بالاراده نتاعي، يعني هو سياب افيك تو لي مويان باش ما نعملش لي غاتو لانه فيها تحيره كبيره وما كانش قابل هذا الشيء. شاف الحب نتاع المهنه عندي والاصرار تاعي عليها ولا وافقني، والحمد لله بدينا في هذه الخدمه. وال1700 حبه خياتي العزيز ما كانوا سهلين، كامل 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 كانوا بزاف صعب، بصح كان تحدي لنفسي وحبيت نبين لراجلي بلي راني قادره عليها، والحمد لله نجحت وكملت في الوقت وعجبها الحال. وهنا حبيت نعمل دي فورماسيون بور مي بيرفيكسيوني. دونك اتصلت بالمدرسه السيده بن بريم اللي نحييها واللي عاونتني بزاف ويكثر خيرها، ومن بعد قلت علاش ما نفتحش صفحه ونمد للناس الوصفات، لانهم بزاف كانوا يقولوا لي سمعت لنا الوصفات ما ناكل زعما نخبيهم. نقول لها لا لو كان نخدم ما نخدمش الوصفه، لو كان مدلوم الوصفه ما يكونش عندي لي كوموند، وهي فكره خاطئه. كي تمدي الوصفه الناس راح يزيدوا يحبوك وراح يحبوا يذوقوا الحلويات نتاعك. الحمد لله مديتهم بكل مصداقيه، لاني لما فتحت الفيسبوك حبيت نعطي الوصفات اللي نخدمهم انا كيما نخدمهم للناس. من بعد ولاو الناس يقولوا لي ما اكتفاوش بفكره الحلويات ولي كوموند، ولاو الناس يحوسوا يتعلموا عندي، باش كانوا يحبطوا للجزائر باش يتعلموا الورشات، ومن بعد يقولوا لي ساميه وعلاش ما تعمليناش ورشه هنا في فرنسا. ولتما بدات الفكره ولقيت اقبال كبير، يعني انايا ديت بلاصه ان اندوا فريمون با تري غران مي كاين فيه
كل شيء من اقبال كان عندي اكثر من الشيء اللي نقدر نرفضه. بعد حبيت نروج للحلويات الجزائريه التقليديه، بديت نعمل لي سالون دو مارياج، جي في لي بيتي سالون دو مارياج اونتر فام اون فرانس، اي جي في اوسي لي سالون دو مارياج بروفيسيونيل ونجحت فيهم، ونقدر نقول لكم جي كارتوني. راح تقولوا كيفاش ساميه وفقت بين الحلويات اللي معروف عليها بلي هي متعوبه بزاف وبين الاولاد تاوعي، سورتو كو جي دي زونفون اون بازاج. راح نقول لكم بكل صراحه خياتي العزاز، شيء متعب متعب متعب. الحاجه اللي عاونتني هي الاراده والمنوض بكري، تتكلوا على ربي سبحانه، تخدموا شغلكم، تنوضوا بكري، مي فريمون بكري بكري بكري. مع الممارسه والوقت راح تخرجي انت بالوصفه نتاعك، لانه بلي تردي الذوق نتاعك انت وتعرفي انت لي كليون تاعك واش يحبوا، دونك راح تستعملي اكيد الوصفه اللي راح تكون خاصه بك انت فيها اللمسه. كل حلوه تجي عندها اللمسه نتاعها في الوصفه نتاعها. الكاطو اللي نحبه بزاف واللي ناجحه بزاف 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 فيه، والناس بزاف يديمونديوه لي وفريمون حاجتي وديالي، هو سلطان المائده الجزائريه مقروط العسل. الحاجه اللي خلعتني في الورشه نتاعي واللي فريمون حبست لي قلبي هي لافين تاع الورشه. رحت باش نعمل العسيله، فتحت اللايف وبعد اللايف هذاك طرطقت عليا لا كويزينيير، دارت بوم الكويزينيير تاعي سي بلاك اون فير، طرطقت يعني ولات ديميت. الى عندي نصيحه نمدها لكم خياتي هي وحده وحده، الا كنتو حابين تبداو بروجي، الا كنتو حابين تدخلوا في حاجه جديده، ولا ما تتخوفوش وتتكلوا على ربي سبحانه وديري الثقه في نفسك، انت تشجعي روحك، ما تسني حتى واحد يشجعك، شجعي انت نفسك بنفسك وبداي، وبربي ان شاء الله تلحقي اللي حبيتيه.